إن شاء الله راح نتكلم في درس مهم جدا عن بعض التغيرات الفسيولوجية بأجهزة الجسم المختلفة المصاحبة لتقدم السن، وراح نتكلم عن الجهاز الهضمي، إن صعوبات تناول الطعام تنشأ جزئيا من فقد الإنسان للأسنان الناتج عن امتصاص العظم في الفكين، كما أيضا يقل إفراز اللعاب عند كبر السن ويحدث جفاف في الفم واللسان أيضا، هذا بجانب التدهور في حاسة الشم والتذوق، وبالتالي يعني يجب تشجيع المسن على العناية بصحة الفم، كما أيضا تفقد المعدة القوة العضلية لها فتقل عملية الهضم، ويتسبب في بعض الأمراض، أيضا يسبب فقد للمرونة العضلية للعضلات البطن، أيضا يعاني من بطء حركة الأمعاء مما يتسبب في حدوث الأمساك الذي قد يعني يساعد عليه أيضا قلة تناول السوائل والألياف أيضا، فيجب إرشاد المسن على الطريقة السليمة لتناول الطعام بكميات صغيرة وببطء أيضا، كما يجب تقليل الدهون في الطعام لكي لا تسبب أي أمراض قلبية ووعائية في عند كبير السن. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.